عود لك عود. بس هي محجوزة. لمين محجوزة بقى؟ شو بيعرف مين؟ عود عود لك عود، تعال يا ابني. أمور أستاذ. املي البطاعة من هون، قيم هالكركوبة لإلك. عفوا أستاذ، هي الطاولة محجوزة لو سمحت. ولمين محجوزة؟ للعميد فكرت. ها عشنا وشفنا والله. ومن أيمتى صار فكرت يحجز طاولات؟ شو ما عرفتني أنت بالظهر يا ابني؟ لا والله سيدي ما عرفتك. ولا يهمك معلش. أنا من ال عفوا عفوا، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتوا، نور المحل بوجودكم، تفضلوا تفضلوا أهلا وسهلا، لا تواخذونا. أهلا وسهلين. إيه سيدي. شو راح تغدينا يا با؟ اللي بتأمره سيدي اللي بتأمره. الله يرضى عليك، بدي تركز لي غدا هيك على كيفك، معي ضيف مهم من اللاذقية، ما بدي وشي يسود قدامه. أعوذ بالله، بتأمره أمر سيدي، عن إذنكم دقيقتين بس. انصرف. حاضر. شو بك أنت التاني؟ ليش عم تبحلي فيني هالبحلقة؟ ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. شو هي البطاقة اللي ورجيته إياها للجرسون؟ شو بدها تكون يعني؟ بطاقة عمل، بطاقة شغلي يعني. شو انت شو بتشتغل؟ وطي صوتك، شو بدك من شغلي انت كمان؟ سيدنا شو رأيكم بجعطة الخضرة؟ ممتاز. حط. أهلا وسهلا، شرفتنا. بيكم بيكم يا أخي بيكم. تفضل. تفضل أستاذ. يسلموا. حياتك. بتأمروا أي خدمة تانية يا أستاذ؟ نعم. أي خدمة تانية؟ لا شكرا، صرف. أنا زوجي. شو بك أنت التاني عصام؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقة كلها؟ يعني أنا آسف إني عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس أنا كأني شايفك هون مخوفهم، مرهوب الجانب. إيه، وليش لحتى ما أكون مرهوب الجانب؟ أنت مفتش تموين شي؟ مفتش تموين؟ لا. معناتها مفتش صحة. مفتش صحة. قول دخيلك قول. تعال يا ابني. أمروا سيدنا. أعطينا الحساب. تكرم عينك، تفضل. صاحب المحل حسم لكم 40%. بالله 40%؟ وين ما بروح انا وين ما بجي بيقسموا لي 50 و60 و70% كمان، مو هيك عصام؟ تكرم عينك، وهي حسم كمان 20%، يعني صفيت الفاتوره 300 ليره فقط. ما عم تفوت بمخي، احنا كل هالغدا المطنطن هذا ب 300 ليره بس. الك إيه حتى تشوف قرايبك فؤاد قديش صاير مهم. امشي لقلك امشي. عفوا يا شباب، انا مشواري على ركن الدين. ها مرحبا ركن الدين. طلع عصام طلع، بس تاكسي على طريقنا. لك اخي طلع، انت شو بدك هالشغله؟ يطلع. ما قلتوا لي وين مشواركم يا شباب؟ مزة جبل إذا بتريد. لك أنو مزة جبل؟ ما قلتوا لكم مشواري على ركن الدين أنا؟ لك حبيبي بدنا نمشي على كيفك ولا على كيفنا؟ لا سيدي. شو سيدي؟ على كيفي أنا. ليش حبيبي ليش بقى؟ أبو شوارك ليش على كيفك؟ بدك سيارة ثانية. لا حبيبي ما عصام خلاص أنت واقف مع جناب، أنا بحل الموضوع على طريقتي. اسمع يا أخ، بنصحك لا تكبر الراس زيادة، لأنه شغلتنا وعملتنا تكسير الروس اليابسة اللي مثل راسك، فهمت؟ ليش مين حضرتك بلا زغرة؟ اوهو علينا، ضروري نطالع الهوية على الطالعة والنازلة حتى ترتدعوا. انا من هنيك. عدم المؤاخذة سيدنا، هي اللي ما بيعرفك بيجلك. امروني سيدي وين بتحبوا تروحوا؟ على حرستا. ايه بس هلأ قلت لي على المزة. بالاول عندي مشوار على حرستا، بعدين بروح على المزة. حرستا حرستا متل ما بتأمروا سيدنا. امور. وبدك تحط لنا شريط حلو بالمسجلة. شو تسمع عصام؟ عصام شو تسمع؟ لا راغب إذا فيه. حط لنا شريط الرغوبة، هذا ضيفنا من اللاذقية ولازم ندلله. ايه على راسي أنت وضيفك. ايه. تفضلوا تفضلوا. تفضل عصام. شرف عصام تفضل. أهلين وسهلين.
بالعافية. شكرا لك أخي. ما بصير. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. خبرني شو قصته؟ ليش خاف منك شوفير التاكسي؟ وليش لحتى ما يخاف؟ خوف أنا يا عمي، شو الحكي؟ يعني معقول لهلا ما بتعرف شو بشتغل أنا؟ اللي بعرفه إنك موظف درجة رابعة بمصلحة المي. صحيح، لساتني موظف مصلحة المي، بس ترفعت درجة ها؟ صرت درجة ثالثة. بس اللي بيشوفك بيقول غير هيك، بيفتكرك مسؤول مهم بالبلد، يعني شي مدير عام، ضابط كبير، محافظ. مو بس أنت اللي بتفكر بهالطريقة، كل الناس اللي بيشوفوني بيفكروا مثلك. طيب فهمني. لك شو بدي فهمك؟ لك ليش الناس كلها بتخاف منك وتضرب لك سلام؟ ليش البوابة المسكرة بتنفتح بوشك؟ بعدين شو هي البطاقة السحرية اللي كل ما طلعتها من جيبتك بيصفر له وش العالم؟ حابب تعرف شو هالبطاقة؟ أمنيتي أعرف. طيب رح أقول لك، بس على شرط تخلي الشيء اللي بدي أقول لك إياه سر بيناتنا. ها، سرك كبير غني. عظيم جدا يا سيدي، تفضل هاي البطاقة. بس هاي بطاقة اشتراك بالمسبح. ايه ما عدا غير هيك. هلا انت راجل مني، معقول بطاقة الاشتراك بالمسبح صار لك هالأهمية؟ يا سيدي مو المهم نوع البطاقة، المهم شو بتوحي. يعني أنا لما بكون لابس طقم وكرافي ومعبي مركزي منيح وعم أحكي مع الناس من فوق من رؤوس مناخيري، يعني بسرق الجو وبلفت انتباه الناس، ولما بطالع البطاقة ما حدا بدقق فيها أو ما حدا بيطلع فيها أصلا. وبيني وبينك الناس بتخاف من كل شيء رسمي هيك محاقدة. ليش ما بعرف، يعني البطاقة مو مهم عصام، المهم يلي حاملها كيف عم يحكي ومن أي موقع كمان. أستاذ فؤاد أنت خيرتي بهالشغلة ها؟ يا سيدي لا تنخير ولا تنلخيم، هذا الواقع. أنت جرب عصام شي مرة تتأنزع وتحكي من فوق، ايه ارفع مناخيرك وشوف كيف الناس بتهابك وبترهب جانبك فعلا. اصلا ما حدا رح يتجرأ ويسألك شو بتشتغل، كل الناس بدها سلتها بلا عنب، شو بيقولوا لك؟ يلا فخار يكسر بعضه. فعلا شغلة عجيبة، بس هي كيف خطيت على بالك؟ بالصدفة يا سيدي، مرة انحطيت بمأزق سخيف وما لقيت غير هالطريقة حتى اخلص حالي، قامت سحبت معي. عجبتني القصة، يعني صرت استعمل هالبطاقة عالطالعة والنازلة، بالسينمات، بالدوائر الرسمية، بالملاعب، بالتكاسي، بالمحلات، بالشوارع، صدقني عايش ملك من ورا الشغلة هي. بس عفوا يعني هذا اسمه انتحال صفة؟ إيه لا عصام، لا لا تغلط، أنا ما انتحلت صفة حدا حبيبي. أنا ما عم أقول للناس إني فلان أو أنا المسؤول العلتاني أو الضابط الفلاني، أنا عم طالع بطاقة المسبح وبس، عم ضل ساكت يعني، هن اللي حالهم عم يفكروني مهم، شو أعمل لهم؟ وما حدا فكر يدقق بالبطاقة أو يسحبها مني وياخذها أو يقراها، يصطفلوا، شو دخلت أنا؟ ما دخلت. فعلا معك حق. بصراحة عم يخطر على بالي أعمل مثلك. هلا أنا معي بطاقة اشتراك بالباصات، بيمشي حالها؟ لك قلت لك مو المهم البطاقة، المهم يلي حامل البطاقة. ايه سيدي الله معك عيني. الله يسلمك. مع السلامة، سلم على الأهل. ايه وصل. طول الغيبة لا ترجع أوام. ايه أمرك. مو مشان شي مشان أهلك يكسبوا. ايه ايه. مع السلامة حبيبي. شاطرك. الله معك. الله معك، مع السلامة. شباب بس لدي وين؟ رقم 29 فقط. شو فيها الشنطة؟ ما فيها شيء، شوية أغراض شخصية. طيب ممكن نفتحها؟ لا مو ممكن. شو بدك فيها؟ هيك التعليمات عمي، كل شنطة لازم تنفتح. هاي التعليمات مو علي أنا. ليش؟ مين حضرتك بلا زغرة؟ شو ما عرفتني يا ابني؟ لا والله من سوء حظنا. أنا من ال... منين يعني؟ من هنيك. منين يعني من هنيك؟ من ال... هات هالقوية لشوف. ايه ميدك. هات هالقوية لشوف. شو ها؟ شو ها؟ عم تسلبها علينا أنت؟ امشي معي لجوا لشوف. ايه ميدك. ايه ميدك. ايه انتوا وياه. ايه انتوا وياه. لا تغلطوا. ايه انتوا وياه. بعد انت وياه. شو تجمعات؟ شو في؟ سيدي كمشنا هالزلمة عم ينتحل صفة. ورجعنا هويته، قامت طلعت هوية باصات. برافو عليك يا ابني، اكتب لي اسمك
حتى اسعارك بمكافأة. وين هويتك ولا؟ ليك هيك ليك سيدي معي. انه ما كنا نخلص منكم انتم من بلاكم. امشي معلش شوف ولا امشي امشي لشوف. لحظة لحظة امشي. شارك سيدي واي اسم الكريم عظيم جدا. برافو عليك يا ابني. انتوا لهالوطن زخر. خليكم صحيانين باستمرار. امشي ولا امشي امشي قدامي لشوف. امشي لهون. لك عملت مثل ما قلت لي ما زبطت معي. امشي ولا امشي.